نبدأ من ملف التعليم، حيث قال دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفنية أن الوزارة استقرت على منح 10 درجات للطلاب على الحضور والسلوك، وأنه يتم الآن وضع قواعد لها لتحديد آليتها، مؤكدا أنه سيتم تطبيق منظومة الغياب الإلكترونية على طلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع المقبل. وأشار الشربيني إلى أن هناك تركيزا على انضباط الطالب والمعلم داخل المدرسة، وأن الوزارة لديها لقاء مع المجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية لمناقشة الأوضاع والضوابط الخاصة بهذا القرار.